السلام عليكم. يتدفق الحجاج اليمنيون إلى مكة والمدينة بروحانية بالغة التأثير ومشاعر وأنوار تخص اليمنيين دون سواهم من المسلمين الذين ارتبطوا روحيا وتاريخيا بالمشاعر المقدسة. قد يكون موقع اليمن إلى جوار الأراضي المقدسة عبر التاريخ هو أساس العلاقة الروحية الوثيقة بين اليمنيين والأراضي المقدسة، منذ وضع إبراهيم قواعد البيت وإلى جواره قبيلة جرهم اليمنية إلى النبي محمد الذي عرف الحكمة اليمنية وعرفته، وهو الذي عاش بين اليمنيين أغلب سنوات دعوته وعمره في مكة والمدينة ليضع معالم رسالته السماوية وأركانها التي من بينها الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يمضي الحجاج اليمنيون إلى سبيل الله إلى بيته العظيم، ولا يخلو سبيل اليمن من معاناة مضاعفة تتعلق بالتنقل والتفويج، وخصوصا في سنوات المأساة اليمنية منذ الانقلاب والاجتياح. تكدس الحجاج اليمنيين في المنافذ وطبيعة التسهيلات اللازمة لهم وإشكالات التفويج وخطط النقل، وكذلك عرقلة ميليشيا الانقلاب للحجاج في مناطق سيطرتهم واحتجاز جوازات السفر أبرز إشكالات الحجاج في هذا الموسم. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يناقش سعي الحجاج اليمنيين الذي لا يخلو من المعاناة. نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. على باب الرحمن يلوح الحجاج اليمنيون بأيديهم وأرواحهم بابتهالات لزيارة البيت الحرام الذي يشهد كل عام ضيافة واسعة للخلق في بيت الخالق. مع وصول الحجاج اليمنيين البالغ عددهم 25,000 حاج إلى صعيد عرفة لأداء مناسك الحج، تكون مكابدات الحجاج اليمنيين في زمن الانقلاب والحرب معاناة مضاعفة، بينما تعب السفر وملامح المنظر وسوء التنقل، وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بمسألة التفويج والعراقيل التي وضعتها ميليشيا الانقلاب لعرقلة حجاج بيت الله الكريم. فبحسب مصادر في وزارة الأوقاف والإرشاد، فإن ميليشيات الحوثي حجزت جوازات السفر لألفي حاج ناهيك عن عرقلة أخرى، غير أن الصعوبات التي صاحبت نقل وتفويج الحجاج لم تنتهي هنا، فما شهده منفذ الوديعة أيام نقل الحجيج من ضغط في حركته، نظرا لكونه المنفذ الوحيد لآلاف الشاحنات والسيارات والمغتربين العائدين إلى البلاد والمغادرين منها، أدى إلى تأخير مرور قوافل الحجاج ناهيك عن اعتراضات سجلت حول نوع وسائل النقل ورداءتها رغم المبالغ التي دفعها الحجاج مقابل الحصول على وسائل نقل حديثة. نصف الحجاج بحسب مصادر إعلامية ظلوا عالقين في الفنادق بمكة المكرمة بسبب تخلف وسائط النقل المخصصة لنقلهم بين المشاعر المقدسة، وهو ربما ما دفع وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية للتوجيه بمعاقبة وكالات الحج التي قصرت في خدماتها تجاه الحجاج وإعادة المبالغ الزائدة عن السعر الرسمي. فبحسب وكالة سبأ للأنباء، فإن الدكتور عطية أكد أن الوكالات المقصرة في خدماتها ستعاقب وستتعرض لخصم من مبالغ الضمان الخاصة بها وإعادتها للحجاج المتضررين، وأن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف المعايير التي وضعتها. مع غروب شمس يوم الخميس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة مواصلين مناسك وأداء فرائض الحج، وبحجم الحنين لزيارة وأداء المشاعر المقدسة يرفع اليمنيون أكفهم إلى الله حاملين معاناتهم ورجاءاتهم بالغفران وتطهير بلدهم من جور الحرب وبلاء الانقلاب. إذن مشاهدين الكرام، نناقش هذه الحلقة ونبدأها مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ يونس الشجاع، عضو اللجنة الإعلامية لبعثة الحج اليمنية من مكة المكرمة. مساء الخير أستاذ يونس. مساء النور عليك في آسيا وعلى الزملاء في قناة الخير. أهلا بك. نقول لكم كل عام وأنتم والوطن بألف ألف خير. وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بداية أستاذ يونس، يعني حدثنا كيف تتابع وضع الحجاج اليمنيين لهذا الموسم؟ طبعا نتابع الحجاج اليمنيين لهذا الموسم 1938 ليس من الان، وانما من بدايه تسجيله منذ 5425 جماعه الاولى 1495 توقيع البطولات مع المجان فيما يخص توفيق من احد الناس المتعلقه بالحجاج اليمن، سواء مساكنهم وتنقلاتهم او مخيماتهم في المشاعر وعرفات وغيرها. العمليه تبدا بمتابعه همومهم وتتواصل حتى الاعلان عن بدء تسجيله 18 من
الاحتفال والانتهاء التشجيعي في خارج رمضان، تنفيذ التشجيع ايضا يحول حتى الثاني عشر من رمضان. الكريم الطاقة الموجود الآن على موظفي الدفة الذين يعملون ليل نهار ويتسامون في أعمالهم، تخيلي لا ينامون أكثر من 3 ساعات، تخيلي الفريق الهندسي الذي قام بتجهيز المخيمات الحديث من 4 من 3 عدد الأوضاع الطبيعية، يصل عدد المهندسين إلى أكثر من 10 مهندسين. الآن لم يصلوا حتى النص. اليوم أمس الأول أحد المهندسين اكتسب الضغوط عليه أثناء المستشفى، وكان عنده ضعف القلب، يعني العمل يجب ليل نهار. غرفة عمليات متتابعة تتابع همومهم وتحل مشاكلهم. طبعا الصعوبات موجودة، لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك أنه لا يوجد صعوبات، لا أستطيع أنا أو غيري يقول أن الدنيا مفروشة بروز هنا أو أي غيري بأحلام وفية. صعوبات موجودة، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا ويمر بها وطننا. نعم، إذن نعم أستاذ يونس، يعني اسمح لنا بالبقاء لكي ينضم معنا الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد عبر الهاتف من مكة المكرمة. مساء الخير دكتور أحمد. يا مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا بك معنا وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منكم. سيادة الوزير، لو بدأنا معك بالحديث بشكل إجمالي عن وضع الحجاج اليمنيين بحكم متابعتكم، أو يعني حسب متابعة الوزارة. أولا نحن نطمئن الجميع، الآن حطينا رحالنا في مشعر مزدلفة، ما شاء الله، وهو المشعر الوسط الذي يقع بين مشعر منى حيث تقع الجمرات ومشعر عرفات. نعم. والحمد لله بدأ التفويض بالأمس من مكة المكرمة إلى منى على قدم وساق وبصورة سلسة وانسيابية وسهولة. ثم صعد من الحجاج آخر الليل البارحة إلى عرفات، وقضى الحجاج أمس كاملا إلى غروب الشمس على صعيد عرفات، وتجولنا على مخيمات الحجاج ولم تسجل أي حالة تدعو للقلق فيما يتعلق بالحج اليمني. نعم الحمد لله. والآن جزء منهم قد وصل إلى مزدلفة وجزء ما زال في الطريق، وإن شاء الله نتمنى أنه ما ينتصف الليل، لكن ينتظم عقد حجيج منى، عقد حجيج اليمن على صعيد مزدلفة بإذن الله، ليتهيئوا ليوم النحر الذي يعتبر هو من أكثر الأيام عددا في مناسك الحج. نعم. الوضع الإجمالي للحجاج الحمد لله، موضوع الأمراض، موضوع الوفيات، موضوع التكدس، كل هذا العام الحمد لله يعتبر عام تميز وعام يعني إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ الحج اليمني. نعم جميل، لكن يعني كان هناك بعض الإشكالات التي واجهت الحجاج بداية بسبب أو بأمور تتعلق بالنقل على وجه التحديد، حدثنا عن هذه الإشكالية. أولا ما يتعلق بموضوع النقل أختي الكريمة، نحن عندنا 600 باص نقلنا عليها حجاج اليمن، وطبيعي عندما توجد معنا 600 باص لابد ان يكون في هذه الباصات باصين 4 5 10 تتعطل، يحصل فيها خلل، لان هذا امر خارج عن اراده الكل. نعم. ففي يعني خلال ساعات معنا ورش متنقله اما لاصلاح هذا الباص المتعطل، او نتواصل مع النقابه العامه للسياره فياتوا لنا باص بديل. والحمد لله ما جاءت الثامنه صباحا امس الا وقد نقلنا جميع حجاج اليمن الى منى. نعم. وهذه تحصل بعض الاحيان في بعض الاعوام تعطل الباصات بسبب انه اما قدم الباص او خلل فني، ونحن يعني جنبا الى جنب مع لجنه النقل المنبثقه عن وزاره الاوقاف والارشاد هي التي تقوم معالجه هذا الامر في حينه. نعم، اذا يعني بين اتحاد السياحه والحج والعمره اشار الى اشكالات تواجه الحجاج اليمنيين، خاصه ان هناك بعضهم ظل عالق في الفنادق، ماذا عن هذا البيان؟ والله بالنسبة لهذا البيان، هذا بيان أنا أرد عليه وأدحضه جملة وتفصيلا،
لأنه مشكلة الاتحاد هذا اتحاد أراد أن يفوج الحجاج ويتعاقد مع شركات الناقلة، وطبعا لو أعطيناهم الحق في هذا بيضربوا ويفتح في باب فساد ونهب الأموال الحجاج. فأنا وقفت هذا الجانب تماما، وقلت لا يمكن أن يتم تفويج الحجاج والتعاقد مع الشركات الناقلة إلا عبر وزارة الأوقاف فقط. فعملت عندهم ردة فعل لهذا الجانب، وإلا الأمور على ما يرام. ونحن نعلن عبر قناتكم الآن من مزدلفة نجاح موسم حج 1438 للهجرة الحج اليمني بتقدير امتياز الحمد لله عبر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية. نعم، هذا بالتأكيد ما نريده. إذن يعني تصريحكم في وكالة سبأ اليمنية، يعني تحدثتم في سيادة الوزير عن معاقبة وكالات الحج التي ربما تسببت بالضرر لهؤلاء الحجاج، خاصة يعني بوجود وسائل نقل قديمة غير مؤهلة لوصول الحجاج. عندنا الآن يا أختي رصد للوكالات المخالفة. نعم. أول في مخالفات طبية، بعض الوكالات رفعت لنا اللجنة الطبية المصاحبة لبعثة الحج اليمنية أنهم لم يأتوا بأطباء مع حجاجها. وفي وكالات أخذت للأسف مبالغ باهظة وزيادة على الرسوم المعتمدة من قبل الوزارة، وهي 5850 ريال، بعضهم 6000، بعضهم 7000، بعضهم وصل إلى 10000. فبالتالي نحن لن نعاقب الكل، المشي سنعاقبه وسنعلن على هذه النتائج بشفافية قبل أن يغادر الحجاج أرض المملكة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة الوزير دكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد، كنت معنا عبر الهاتف من مكة. عودة إليك أستاذ يونس. أستاذ يونس، يعني استمعت لحديث، ما زلت معي أستاذ يونس؟ أيوة معاك. نعم، أتمنى أنك استمعت لحديث الدكتور أحمد، يعني تحدث عن نجاح مميز هذا العام للحج، وأيضا وصول الدفعة الأولى من الحجاج إلى مشعر مزدلفة. يعني هل يعني بحكم أنك هناك، يعني هل لمست هذا النجاح؟ ما الذي اختلف هذا العام عنه في العام السابق؟ أوضاع صعبة تعيشها البلاد، لا نخشى على الحاج في بداية مغادرته الأراضي اليمنية وحتى وصوله إلى الأراضي المقدسة. كان لدينا في المواسم السابقة والأعوام الماضية عندما كانت الأوضاع على ما يرام، كان لدينا أكثر من منفذ، كان لدينا أكثر من مطار، كان الخدمات متوفرة في المواسم السابقة من ناحية المنافذ. الآن في ظل منفذ واحد وصل حاجة اليمني إلى الأراضي المقدسة بسلامة الله وحفظه، ألا يعد هذا نجاحا؟ كانت هناك سلبيات المواسم السابقة، الموسمية الحج السابقين فيما يخص تكدس الحجاج في منفذ الوديعة. السنة هذه لا يتعدى جلوسهم في منفذ الوديعة 5 ساعات إلى 6 ساعات، وكان يمضون بثلاث. صحيح أن طول الطريق ومشقة السفر كانت تعانيهم، لكن وصولهم إلى الأراضي المقدسة بسلامة الله وحفظه يعد هذا نجاحا. للأسف الشديد يعني يحج في النفس عندما نقرأ بعض الأخبار والتهويلات الإعلامية الغير مطابقة للواقع والتي ليس عارية عن صحة، ليس لها أساس. تفاجأت اليوم بخبر حجاج اليمن يعيشون أوضاع مأساوية في ظل تفجر المياه، كلام لا أساس له من الصحة. لو تسألي لو لديك أقارب أو أي شخص عندهم أقرباء في مخيمات منها وسألهم عن الأوضاع، الأوضاع طبيعية كانت جدا، والحجاج كانوا في مخيماتهم. بالعكس، كانت المخيمات السنة الماضية في مخيمات منها كانت مزدحمة الناس، والآن كانت بعض الإشكاليات في بعض الأسرة في بداية الأمر لا تتجاوز 100 إلى 200 سرير تم توفيرها. طبعا الصعوبات موجودة، من لا نقول أنه ليس هناك صعوبات، الصعوبات موجودة، لكن في أي مكان توجد صعوبات يبرز هنا دور وزارة الأوقاف والإرشاد التي يقع عليها المسؤولية الكبرى وعلى عاتقها في تذليل هذه الصعوبات.
وزارة الأوقاف والإرشاد برعاية معالي الوزير الدكتور أحمد عطية لن يتوانى في بذل الجهد ليل نهار في توفير سبل الراحة، في تسهيل الإجراءات، في تذليل الصعاب أمام الشباب اليمنيين. أي معوقة تحرضهم لا يتوانى، سواء بتوجيهات أو ينزل نفسه. الوكلاء الوكيل وكلاء القطاع الحج والعمرة الموسم هذا بأنفسهم ينزل. تخيل أختي الكريمة، كان في المواسم السابقة تشكل لجان، واللجان هي من تنزل ومن هي وهي من والوكلاء كانوا بعيدين عن الأمن. الوكيل بنفسه من يمارس المهام في المنفذ في المنفذ في وسائل في النقابة العامة للسيارات، تنزل يحل الإشكالية في مخيمات ميناء سلاهم. نعم، إذن متواجدين على مدار 24 ساعة لحل مشاكل وصعوبات أمام الحجاج اليمنيين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يونس الشجاع، عضو اللجنة الإعلامية لبعثة الحج اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. وينضم إلينا أيضا الصحفي باسم الشعبي عبر الهاتف أيضا من مكة المكرمة. مساء الخير أستاذ باسم. أهلا وسهلا، نحن الآن في مزدلفة، وصلنا قبل حوالي ساعة ونصف من عرفة حيث توجهنا إليه صباحا وعدنا إليه مع غروب الشمس هذا اليوم. ونحن الآن في مزدلفة، سوف نتوجه غدا بإذن الله بعد صلاة الفجر إلى رمي الجمرات في ميناء. نعم، يعني أتمنى أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أستاذ باسم. وكمتابع أنت يعني وأنت الآن يعني أديت مناسك الحج، كيف تتابع هذه التفاصيل؟ يعني ما هي الصعوبات التي واجهت الحجاج؟ وهل تقيم يعني هذا الموسم بالنجاح؟ نعم، الحقيقة يعني كان الترتيب لموسم الحج وترتيب رائع جدا من قبل وزارة الأوقاف مثلا بوزيرها الشاب أحمد عطية والوكلاء الشباب الذين لعبوا دورا كبيرا جدا في تهيئة كافة الظروف لنجاح موسم الحج. وفي الحقيقة كان نجاح لافتا، ولبسنا ذلك من خلال حديث الحجاج اليمنيين وأيضا الحجاج العرب الذين أشهدوا أيضا بالبعثة اليمنية التي لعبت دورا كبيرا في تنظيم الحج ابتداء من مكة المكرمة مرورا بميناء وصولا الى عرفه والعوده الى مزدلفه. وفي الحقيقه هذا النجاح يعني نتمنى ان يستمر وان يتواصل من قبل ويحظى بدعم كبير من قبل الحكومه اليمنيه والقياده السياسيه لتشجيع وزاره الاوقاف وقيادتها الشابه للارتقاء بشكل افضل في المواسم القادمه. وان شاء الله يكون هذا النجاح ومقدمه حقيقيه لنجاحات في المستقبل، وايضا ينتقل هذا النجاح من وزاره الاوقاف الى وزارات اخرى في اطار الحكومه الشرعيه. نعم، إذا ندع عن بعض المشاكل التي يعني تم الحديث عنها في مسألة إيصال الحجاج، أيضا تسكينهم، قيل بأن هناك العديد من الحجاج عالقون في الفنادق بمكة. نعم، ليست هناك مشاكل جوهرية، وإنما هي يعني أشياء يعني ثانوية تم تلافيها وركبت يعني مساكن الحجاج بشكل جيد في ميناء وفي أيضا في عرفات. يعني حظي الحجاج اليمنيون باهتمام كبير جدا وبمخيمات تسكين كانت رائعة جدا وبتغذية ممتازة ودعم كبير جدا أيضا من قبل رجال الخير وفاعل الخير الذين قدموا يعني مواد غذائية متنوعة وأيضا مياه وغيرها للحجاج الذين وقفوا في عرفة هذا اليوم. وفي الحقيقة يعني ليست هناك يعني مشاكل كثيرة. صحيح الحج هو مشقة وهو صعوبات كبيرة جدا، لكن تم تدريبها من قبل القيادة الشابة لوزارة الأوقاف مثلا بوزير أحمد عطية وأيضا الوكيل النشط مختار الرباش وأيضا الوزير الوكيل وضاع الصبيحي وأيضا طارق القرشي، كله لا كانوا كتلة واحدة لعبوا دورا كبيرا جدا مع قيادة إدارة البعثة اليمنية الذين لعبوا كفريق واحد في تسهيل يعني وصول الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة وإداء وأداء يعني النسك بشكل سلس وشكل لم يألفه الحجاج اليمنيون منذ أعوام طويلة جدا. وهذا النجاح في الحقيقة نتمنى أن يتسع وأن يكبر في المستقبل وأن يكون مميزا. وأعتقد أن يعني وزارة الأوقاف ونجاحها في موسم هذا الحج سوف يحفزها بشكل كبير جدا لنجاح في المواسم القادمة.
نعم. إذا يعني أستاذ باسم، يعني كونك صحفي أود أن أسألك، يعني من يقرأ أو يتابع الأخبار يجد أن هناك إشكاليات كبيرة واجهت الحجاج اليمنيين وصعوبات، ويعني ربما عناوين بارزة تتحدث عن ربما يعني فشل لموسم الحج، على عكس ما تتحدثون به الآن من نجاحات ومن تخطي للصعوبات والتي يعني هي أمر طبيعي والحج مشقة كما تفضل. يعني هناك من يقول بأنه يراد لهذا الموسم أن يفشل لإضعاف الشرعية أكثر، سواء في نظر مواطنيها أو أيضا يعني على مستوى تفعيل أمور خدمية للناس، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا، في الحقيقة أنا يعني عضو في اللجنة الإعلامية لبعثة الحجة اليمنية وصحفي ومراقب يعني مسيرة موسم الحج لهذا العام، وأعمل أيضا بطريقة مستقلة جدا كصحفي مستقل. راقبت مسيرة الحجة اليمنية منذ بدايتها، منذ أن طرقنا من عدن إلى مكة ومكثنا في مكة عدة أيام ثم بدأنا مناسك الحج. في الحقيقة لم ألحظ شكاوي كبيرة من قبل الحجاج، وهناك كما قلت بعض الشكاوي والملاحظات الطفيفة تم معالجتها في حينها من قبل قيادة وزارة الأوقاف. الحقيقة التقيت بكثير من قيادة الوكالات المفوضة للحجاج وهم يمنيين، وأيضا يعني بسائقي الباصات وهم من جنسيات عربية مختلفة. تحدثت إليهم عن يعني موسم الحج هذا العام ودعم الوزارة واهتمامها بالحجاج اليمنيين، يعني حقيقة كانت إشادتهم كبيرة جدا يعني بقيادة وزارة الأوقاف مثلا بالوزير أحمد عطية الذي كان حاضرا اليوم معنا أيضا في أداء مناسك الحج في ميناء وثم عرفة، والآن هو موجود في مزدلفة. في الحقيقة يعني هذه الجهود كبيرة جدا تحسب لقيادة وزارة الأوقاف وتحسب للبعثة الإعلامية وكل الفريق الإعلامي واللجان المختلفة التي رافقت الحجاج اليمنيين وسهلت أمورهم بشكل كبير جدا. إن كان هناك يعني بعض القصور أو بعض الأشياء، هذا يحصل بشكل طبيعي جدا كون عدد الحجاج وصل تجاوز 2 مليون في تقديري، وتحصل هناك بعض الإرباكات وبعض الأشياء، لكن أنا كمراقب سياسي وأقولها بصراحة كصحفي مستقل أقولها بأن موسم الحج نجاحا كبيرا جدا، وهذا يحسب لله سبحانه وتعالى ثم لقيادة وزارة الأوقاف الشابة التي يقف خلفها الوزير النشط أحمد عطية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك باسم الشعبي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مكة. مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار الرباش وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة من مكة المكرمة. مساء الخير أستاذ مختار. مساء العافية، حياكم الله. أهلا بك، تقبل الله منكم حجكم أستاذ مختار. وبداية، هل نقلت لنا أجواء ومناسك الحج لديكم، يعني خاصة الحجاج اليمنيين؟ في البداية نشكركم على اهتمامكم بمتابعة أخبار حجاج اليمن، ونبشركم بأن هذا العام وجدت تسهيلات كبيرة بفضل الله عز وجل، والشكر موصول لقيادة المملكة قيادة وشعبا وجنودا الذين كانوا خدما بمعنى الكلمة لحجاج اليمن وحجاج العالم أجمع. الحمد لله بعد أن انتهينا من يوم التروية تحرك فوق الحجاج من ميناء إلى صعيد عرفة، وقضوا اليوم التاسع في صعيد عرفة ودعوا الله عز وجل، وتحركوا بعد ذلك بعد مغرب هذا اليوم المبارك يوم عرفة إلى مزدلفة إلى المشعر الحرام، ونحن والحجيج جميعا حاليا في مزدلفة في موقف مزدلفة، ثم إن شاء الله بإذن الله تعالى
سنتحرك إلى منى لرمي الجمرة والحلق بعد ذلك والحديد بإذن الله تعالى. نعم أستاذ مختار، إذن يعني كيف تقيم مستوى الحج هذا العام إدارة وتنظيما يعني مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة يعني الأعوام التي اليمن فيها في حرب إثر الانقلاب الذي حدث؟ أولا كما هو معلوم للجميع أن المنافذ من قبل كان الحجاج يأتون من عدة منافذ جوية وبرية، أما هذا العام فلم يحضر للحجاج إلا منفذا وحيدا وهو منفذ الوديعة البري، ومعلوم عن منفذ الوديعة أنه نقل وجمارك، فأصبح في العام الماضي هذا العام منفذ يعني يشمل نقل عسكري وإغاثي وطبي وزوار ومقيمين وحجاج بتسهيلات كبيرة وبتعاون كبير من قيادة المملكة العربية السعودية وتوجيهات عليا، تمت هناك تسهيلات كبيرة بفضل الله عز وجل، ودخل 25,000 حاج إلى الأراضي المقدسة في خلال 10 أيام من منفذ الوديعة. نعم. إذن هناك يعني حديث بأن آلاف الحجاج واجهوا مشاكل في التسكين وفي النقل أيضا، برأيك أين يكمن الخلل؟ المشاكل هذه يعني توجد في كل عام ولجميع الحجاج. هناك بعض الشركات بالمملكة العربية السعودية قصرت في حقها في الاتيان بباصات المطلوبة، لكن تم التواصل مع الجهات العليا في المملكة العربية السعودية والذين وعدوا بمعاقبة هذه الشركات وتعويض الحجاج بإذن الله. نعم يعني ولكن هناك من أشار يعني إلى وجود فساد وصفقات تمت لأجل التعاقد مع شركات بعينها ومما تسبب هذا الخلل، ما رأيك؟ لا غير صحيح، لجنة النقل تعاقدت بكل شفافية مع شركات النقل بالمملكة، ولكن شركات النقل أخلت باتفاق بطاقات قديمة وشبه خاربة، ولكن تم معالجة هذه الباصات قدر الإمكان والحمد لله أغلب الحجاج في مزدلفة. نعم ولكن يعني مثلا بيان اتحاد السياحة والحج والعمرة يعني تحدث عن نصف الحجاج تقريبا أنهم عالقون في الفنادق، تحدث عن وجود كثير من الخلل، كيف تردون على هذا البيان؟ غير صحيح، الحجاج الآن كلهم في مزدلفة وهم يعلمون والجميع يعلم أن هذه المشكلة تحدث في كل عام، ولكن في العام الماضي كانت أفضل بحكم تم اختيار الباصات النقل وصدقت يعني الشركات النقل التي تم اختيارها، أما في هذا العام بعض الشركات أخلت بالاتفاق وسيتم محاسبتها لاحقا بإذن الله تعالى. نعم، إذا ماذا عن سلامة الحجاج أستاذ مختار؟ هل تم رصد أي حالات إغماء لا سمح الله، حالات بالتأكيد لم نسمع أي حالة وفاة ولا نريد أن نسمع، يعني كصحيا يعني ما الذي لديكم؟ انتشر سابقا قبل الحج أن حجاج اليمن يحملون أمراض الكوليرا وغيرها، لكن بفضل الله عز وجل وتعاون كبير من وزارة الصحة اليمنية ووزارة الصحة السعودية تم عمل مركز طبي في منفذ الوديعة وتم تلقيح الحجاج، ومثل كل عام ومثل كل حجاج العالم الحاج اليمني يعاني، وليس أغلبهم ولكن بعضهم يعانون من أمراض القلب والسكر والضغط وبعض الأمراض، وهناك ما يقارب 7 حالات
توفيت عليه رحمة الله، نسأل الله أن يتقبله من كبار السن. لكن بشكل عام الأمور ليست كما يروج لها في الإعلام. نعم، إذن ماذا أيضا عن الإرشادات لسلامة الحجاج؟ هل تم يعني إرشادهم، عمل ورش صغيرة ومبسطة لتعريفهم بأهم الخطوات التي عليهم أن يحذروا في الوقوع منها أو يتجاوبوا يعني في حالات الإغماء، كيف عليهم التصرف وما إلى ذلك؟ تم تشكيل لجان من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد كاللجنة الطبية بالاتفاق مع وزارة الصحة اليمنية برئاسة الدكتور عبد الرقيب الحجري رئيس اللجنة الطبية، الذي أشرف بنفسه ومع طاقمه الطبي على كثير من الأمور الصحية. كذلك هناك لكل وكالة طبيب وممرض. تم إرشاد الحجاج سواء كانوا في اليمن قبل مجيئهم وكذلك في سكنهم في مكة. كذلك من التوعية، هناك لجنة التوعية وهي من أفضل اللجان العاملة لدينا في وزارة الأوقاف والإرشاد، هي لجنة التوعية والإرشاد برئاسة الشيخ عبد الرؤوف الردفاني الذي كان له دور كبير جدا في إرشاد الناس دينيا وإرشاد الحجاج وتعليمهم أمور دينهم. كذلك هناك لجنة العلماء برئاسة الشيخ الوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد بقطاع الإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة، كان لها دور أيضا، وكل ذلك بإشراف معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية. نعم، إذن أستاذ مختار، هل سيتم تلافي القصور في جانب المواصلات عند عودة الحجاج وتأمين عودة سليمة لهم؟ هناك النقل ينقسم إلى نوعين، نقل بين المشاعر في مكة المكرمة بين المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وهناك نقل، هذا يعتبر نقل داخلي، وهناك نقل خارجي بين اليمن وبين المملكة. فإن كان يعني يقصد به النقل الداخلي بين المشاعر والمكة والمدينة، فنحن في تواصل مستمر مع وزير الحج ومع المسؤولين للضغط على هذه الشركات بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا. أما في موضوع النقل الخارجي أيضا نفس الكلام، الأمور يعني أفضل حالا من النقل الداخلي. إذن ما مدى تجاوب السلطات السعودية المعنية بالحج؟ هل رعت ظروف اليمنيين؟ هل كان هناك تسهيلات من قبل الجانب السعودي للحجاج اليمنيين نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد؟ نعم، الحمد لله عز وجل، هناك تعاون كبير من قيادة المملكة ووزارة الحج ومؤسسة الطوافة للحاج اليمني، نظرا لما يمر به من ظروف، وكونهم يعرفون أن يعني أن الدم واحد والمجورة، فكثير من المعاملات يتم تجاوز كثير من الأمور تسهيلا للحاج اليمني. عندما نسألهم يعني حتى بعض الدول الأخرى تسأل لماذا تميزون الحاج اليمني، فيقولون أن هناك توصية من القيادة العليا بالتسهيل للحاج اليمني. نعم، إذن شكرا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرباش وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. ونذهب الآن إلى الصحفي عبد الرحمن جهلان من مكة المكرمة أيضا. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. نعم أستاذ عبد الرحمن، هل تسمعني؟ نعم نعم، حجا مبرورا نتمناه لكم أستاذ عبد الرحمن، وأود منك أن تخبرنا عن كيفية يعني قضاء حج هذا العام بالنسبة للحجاج اليمنيين. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الشعيرة العظيمة وأن يمن علينا بالأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب اليمن إن شاء الله سبحانه وتعالى.
الأوضاع بالنسبة للحج هذا العام صارت يعني على ما يرام بشكل سلس وليست هناك أي مشاكل، عدا أن هناك يعني بعض الجوانب والقصور في بعض الخدمات يعني نتيجة الترتيب المسبق وضيق الوقت يعني بالنسبة للوكالات اليمنية أعتقد. لكن الانطباع العام الأمور كانت بشكل جيد جدا ولله الحمد، والناس كانت نفسياتهم عالية وكانوا يعني مدمنين على هذه المشاعر وعلى هذه النفس الطيبة بروح عالية ومتفائلة. نعم، هل وصل جميع الحجاج اليمنيون إلى مزدلفة؟ نعم يا أخي، هل وصل جميع الحجاج اليمنيون إلى مزدلفة؟ لما أسمعك إلى أنه عندي نعم يعني نعم مقدر ذلك. أسألك عن وصول الحجاج اليمنيين إلى مزدلفة، هل وصلوا كلهم أم أن التفويج ما زال مستمر؟ الحجاج اليمنيين بطبيعة الحال يعني كانت يعني العدد أعتقد حوالي 24,000 حاج لهذا العام، والعدد كبير مقارنة بالأعوام الماضية، ولهذا كانت فيه كما قلت يعني نوعا من القصور في بعض الوكالات، وهناك ايضا تميز في وكالات اخرى في خدمات الحجاج اليمنيين. نعم، اذا يعني كنت تحدثني عن بعض الاشكالات التي مر بها الحجاج، هل حلت جميع هذه الاشكالات حتى الان؟ اختي انا الصوت ضعيف لا اسمع جيدا. نعم، أسألك عن هذه الإشكالات التي واجهت اليمنيين، هل تم حلها حتى الآن؟ المخيمات؟ الإشكالات، حدثتني أن هناك بعض الإشكالات. نعم تمام تمام، كانت هناك بالأمس زيارة المعالي وزير الأوقاف والإرشاد إلى المخيمات اليمنية، وأطلع عن قرب عن المشاكل التي عانها الحجاج اليمنيين، واستمع منهم ووعد بمعالجة الإشكالات إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأيام المتبقية. واليوم كانت الخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين في مشاعر حسين عرفات كانت جيدة، ومن ناحية الخدمات المقدمة الباص والتغذية والخدمات الأخرى لاحظنا تحسن بعد زيارة الأخ الوزير يوم أمس. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن جهلان، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، ونأمل أن يستكمل الحجاج اليمنيون جميع الشعائر بالسلامة والقبول بإذنه تعالى. إذا مشاهدينا الكرام أقول لكم كل عام وأنتم بخير، ألتقيكم في حلقة خاصة يوم الغد بمناسبة العيد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين بالخير والبركات. كونوا برعاية الله وأمنه.